ما يضحك ويبكي في السياسة اللبنانية أن كثيرين يقولون الشيء وعكسه بلا أي حساب، يظنون اللبنانيين بلا ذاكرة وبلا حس نقدي. على الأقل هكذا تظن قوى الثامن من آذار في موقفها من شكل الحكومة التي ينوي الرئيس المكلف تمام سلام تشكيلها. لنستمع إلى ما قاله الأحد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق. وهل هناك مصلحة وطنية أولى من حكومة وحدة وطنية؟ لنستمع أيضا إلى كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أي رئيس نواب الثامن من آذار. ويجب أن تتمثل في هذه الحكومة كل الأطراف بحسب أوزانها وبحسب أحجامها السياسية. وفي الجملة التالية الكثير الكثير: التلطي وراء التكنوقراط والاستقلالية والحيادية هو تلطم ليس في محله على الإطلاق. شو يعني هذا؟ شو يعني تشكيل حكومة؟ ليش انتوا لما كنتوا الأغلبية كنتوا بتقبلوا برئيس وسطي يشكل حكومة تكنوقراط؟ على الإطلاق. على الإطلاق. من جهة أخرى كان الرئيس نبيه بري عبر مصادره ينغم على الوتر نفسه، إذ قالت مصادره لجريدة القبس الكويتية إن إقرار قانون انتخاب يصير مستحيلا في حال تشكلت حكومة أحادية، وتابع: نحذر من اللعب على حافة الهاوية. وطبعا لا ننسى جريدة الأخبار التي كانت الصوت الأعلى، التهديد بالطبع وصلت هذه المرة إلى درجة غير مسبوقة، فتحت عنوان لا تجربونا ومع صورة لأسعد حردان وعلي قانصو القياديين في الحزب القومي السوري، الحزب الذي اجتاح بيروت في 7 أيار، كتب تهديد بلا توقيع. علمت الأخبار أن قوى الثامن من آذار ناقشت فكرة عدم تسليم الوزارات إذا أقدم رئيس الجمهورية والحكومة على تأليف حكومة أمر واقع لا تنال ثقة مجلس النواب. واليوم خرجت علينا لتقول إنها تريد وزارة الطاقة لجبران باسيل، لكنها تريد أيضا الاتصالات لسبب أمني. الرد ربما يكون بكلام المرشد الأعلى لمحور الثامن من آذار، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي قال صبيحة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي وعشية تأليفه حكومة اللون الواحد لون 8 آذار، قال التالي: وبالتالي هناك ضغوط خارجية تقول لا تشكل حكومة من لون الأكثرية الجديدة. طيب كيف؟ ما هي أكثرية جديدة حقها أن تتشكل منها الحكومة؟